تغرني. كما تلاحظون المروض يتعامل مع كلبه بانسجام تام. احنا فرحانين والحمد لله اللي قضينا الكارير ديالنا يعني على احسن ما يرام، وعملنا اون سيرفي كوميم بوندون 37 داني سي با فاسيل، مي الحمد لله اون تري زورو اون تري كونتون سي تري زيمو. ان المديريه العامه للامن الوطني ومن خلال ولايه من اكادير تحتفل بالذكرى 63 تاسيس المديريه العامه للامن الوطني، وهي ذكرى ومناسبه تاخذ بنا الى يوم الاغر من هذا اليوم الاغر من سنه 1956 لتاسيس المديريه العامه للامن الوطني. هي مناسبه متجدده وسنه متاصله تجمع بين الابراء بين الاحتفال لهذه المنظومه الامنيه كوحده متلاحمه ومتاصله لابراز الجهودات المبذوله من قبل مصالح هذا الامن للتعريف بعمل المصالح الامنيه، التطور التي عرفته هذه المنظومه الامنيه لانفتاح المديريه العامه للامن الوطني، وكذا المدى التلاؤم والمقاربه التشاركيه للامن مع مختلف مشارب المجتمع. هي مناسبه كذلك نوجه من خلالها رساله على اننا سنواصل العزم والرساله النبيله في خدمه هذا الوطن وخدمه المواطنين في سلامهم وامنهم. للترويض وللمهام السينو التقنيه. إذن كما لاحظتم كان اتخذ وضعية انقطاع كبري وإشارة على وجود مادة متفجرة في هذه الحقيبة. وهي مناسبة جليلة لاستحضار التضحيات والمجهودات الجسام التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في سبيل استتباب الأمن والحفاظ على سلامة ممتلكات المواطنين، فضلا عن أداء واجبها من أجل مكافحة الجريمة بمختلف تلاوينها بكل ما يلزم من حزم.